لا بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا في زمن ال 4K، وبيقول لك احنا في زمن ال 8K كمان هتكون نازله قريبا. سبحان الله يا اخي، كل التكنولوجيا دي ملهاش اي علاقه لما بنيجي في مباراه الادوار التمهيديه في دوري ابطال افريقيا، دور 32 دور 16، تلاقي كده ان انت بتلعب في ملاعب سبحان الله تحسها من السبعينات او من الستينات بتاع القرن اللي فات، وتصوير سبحان الله يا اخي تحس ان انت ما بتتفرجش خالص في 2020. اللي هو المخرج بتاع النهارده في جيبوتي المباراه اساسا من جوه الملعب، والكاميرات اللي هي بره الملعب الموضوع صعب جدا. فسبحان الله الراجل دايما كان بيحب يبين لك ان هو عنده سنس وفنيات وبيصور من فوق، اللي هو يابا انت عارف تصور من تحت مش بتصور من فوق اساسا، تصويرك سيء من هنا فبتطلع فوق ليه؟ غير المباراه سبحان الله ارضيه الملعب كده ما ينفعش لعب على دوري ابطال افريقيا، دي اخرها بالظبط دوري ملاك الشباب عندنا هنا في مصر، وتلاقي ال 22 لعيب بيجروا ورا الكوره والدنيا بتكون بالنسبه لهم زي الفل والحكام بيضربوا في الاخر والموضوع بيكون حلو. انما دوري ابطال افريقيا دور 32 مباراة زي دي الاهلي بطل النسخة اللي فاتت يلعب في ملعب زي ده وتقول لي اصل انا منتظر ان موسيماني ينزل يهاجم سوني ديب، ومنتظر كمان اشوف تألقات لابو الكهريب، واشوف كمان محمد شريف اللي بيحلل لي لغز مركز تسعة، وكمان انطلاقة ممتازة لطاهر محمد. طاهر يقول لك ايه انت راجل ظالم والله العظيم، ما احترامي ليك، انت لو نزلت ملعب قبل كده وشفت اساسا الرملة اللي بتبقى موجودة دي او بتلاقي في شوية تراب كده في نص الملعب ما بتبقاش عارف هتباص الكورة ازاي، الكورة هتطلع هتطب ولا الكورة هتعمل ايه، بتحس ان انت بتتخيل، ما بالك بقى لما الملعب يكون كله بسم الله ما شاء الله مطبات، كل ما تيجي تستلم الكره تلاقيها نطت، كل ما تيجي تحاول ان انت تعمل باص تلاقي الكره مش رايحه بطيئه، فبتحس ان هعمل ايه عشان اكسب. غير ان سبحان الله الكلام ده ممكن لعيبه عندها خبرات تعرف تحل، ولعيبه بقالها كتير في المجال فطبيعي ان هي تكون واجهت المشاكل دي قبل كده. في افريقيا احنا بقى عندنا في الاهلي ما فيش حد عنده خبرات والكلام ده، عم هنا تشتغل بعض. احنا حمدي فتحي ما كان ما عندوش خبرات، راجل اول سنه ثاني سنه يلعبها معانا في افريقيا، اكرم ضفيع اول سنه يلعبها معانا في افريقيا، بدر بنون ممكن يكون واجه الكلام ده مع الرجاء في الرحلات اللي كان بيروحها في افريقيا، ياسر ابراهيم ما كانش بيواجه اي حاجه خالص، محمود وحيد الراجل مجبورا بيلعب ماتشات كده عشان خاطر علي معلول مش موجود، احمد رمضان بيكم الراجل لسه بيتلمس طريقه مع النادي الاهلي، محمد شريف وكهربا وطاهر برضه نفس الوضع. فاليو ديانج هو اللي حافظ بقى الراجل، دي بي بتاعته ودي الحاجه اللي بيحب يلعب فيها، والراجل النهارده تقدر تقول كده ان هو نجم المباراه، ما نفس ماتش، سيبك من الهدف اللي هو جابه، وسيبك كمان من ان انت قاعد تقول لي اصل الهدف خبطت في ايد محمد شريف، اقول لك ايه انت كذاب، ما تعرفش هي خبط في ايد مين فيهم، لا محمد شريف ولا طاهر ولا كهربا، فما تزدش عليها وتقول لي الكوره خبط في ايد اي حد، احمد ربنا ان المباراه خلصت على خير وبدون اي اصابات، تقول لي كنت منتظر ان الاهلي يخسر النهارده بما انك مش اهلاوي، قال مين يابا اللي يخسر من غيري؟ حتى لو خسرنا من زونو ديب هنيجي هنا في مصر نكسبهم خمسه او سته، انت شوف الشوط الثاني الموضوع كان عامل ازاي؟ الموضوع كان سهل جدا انك تجيب اهداف لولا الكره اللي خبطت في عرضها محمد شريف بعد هم فتح بعد الهدف الاول، والدنيا كانت واضح ان والله الاهلي ممكن يجيب الثاني والثالث، بس بصراحه برضه ما بقدرش الوم على لعيبه الاهلي ان هم تراجعوا علشان خوف من الاصابات، ملعب زي ده ياذيك، مع لعيبه غشيمه زي لعيبه زونو ديب النهارده ممكن ياذوك عادي جدا. الناس سبحان الله تحس ان هم ابطال، اللي هو الفرقه معموله في 2014 ما عينش عليهم يعملوا ملعب زي خلق الله، بيعملوا ملعب بيتعبونا احنا ويلفونا فيه، غير موضوع الساعه 3 في افريقيا ده كل الفرق بتحب تزنقنا هناك، ومع ذلك سبحان الله تحس ان احنا بنواجه نفس الازمات والظروف من اول وجديد. يعني مثلا لو قلت لك ان احنا دور 32 معروف ان احنا بنتفرج على مخمطه ما بنتفرجش على مباراه كره القدم، تقول لي لا والله الكلام ده ما بيحصلش خالص، انا غلطان العيب مش فيه. فبصراحه بحترم بي ان سبورت انها ما تاخدش الادوار دي، دور 16 ودور 32 وبتسيبها التلفزيونات المحليه تاخدها، عشان خاطر بصراحه الموضوع بيكون صعب جدا نقل تلفزيوني مع ارضيه ملعب مع اداء لعيبه مع الجو مع الحراره مع كل الكلام ده، بتلاقي اللعيبه مفيصه لوحدها، فموضوع انك تطلب منهم اداء وتطلب منهم نتيجه هيكون ظلم. لو قلت لي ان بيتسو موسيماني بيضغط النهارده باربعه فاحب اقول لك ارجع لكلام دكتور تارا الادوار في الدقيقه 74 لما قال لك فايلر كان بيهاجم الفرق في نص ملعبها بست لعيبه، في موضوع ان موسيماني هو اول الناس اللي بيهاجم الفرق بره ملعبها، مع انه مفترض ان انت رايح بطل افريقيا وتلعب فرقه بنت امبارح طبيعي انك تروح تهاجم، انما انت لو حبيت تقول لي كل حاجه موسيماني اول مره يعملها اول مره يعملها، هقول لك انت بعد كده لما نوصل لحد نص السيزون هتلاقي نفسك خلصت كل التطبيل اللي في الدنيا لموسيماني، فهتلاقي انك مش لاقي اي حاجه جديده تطبلها. يعني الناس طبلت محمد شريف وقالت لك حل لغز مركز تسعه، اللي هو يابا احنا محتاجين مهاجم افريقي وعهد الله محتاجين مهاجم افريقي، موضوع محمد شريف ومروان محسن واحمد ياسر ريان ده مش هيركب معانا والله يا ابني، لا مالناش دعوه. طب بالنسبه لاجايو جيرالدو بقى، يعني هو جيرالدو النهارده سبحان الله، يعني اول ما قال لك انزل عم جيرالدو هنحاول نحافظ على 4 4 2 اللي كنا بنلعب بيها النهارده، هي كانت 4 4 2 ما كانتش 4 3 3 لان اليو ديانج اغلب الوقت كان بيروح يقف قدام احمد رمضان بيكهام، واكرم توفيق كان بيحاول ان هو كمان يروح يعمل وجبات دفاعيه مع
مع محمود وحيد. فموضوع 4 3 3 ده والخطه الجديده والمسماري بيجرب شغل جديد. لا كانت 4 4 2 مش هنقعد نشتغل بعض احنا. انت عايز تطبل اطبل بعيد عني يابا، انما هتقول لي 4 3 3 والراجل بيعمل حاجات جديده وخطط غريبه ومسماري مدرب جريء، هقول لك كمل لوحدك يابا في السكه دي. الراجل لسه بيستلمس فكره ان هو يعمل فريق. الراجل شغال بفريق كونفرنس دلوقتي، عنده كورونا، بيحاول ان هو يشوف انا بعد كده نرجع نشتغل تاني. انما انت عايز تطبله من اي حاجه واي موقف تحاول تقول شفت التاتش بتاع موسيماني هنا؟ لا يبقى مع نفسك والله. مباراه الحمد لله ان احنا عدينا فيها على خير من غير اصابات ولا من غير ان احنا طالعين لعيب مطرود ولا اي حاجه، الحمد لله طالعين كسبانين. والموضوع بالنسبه لنا كان سهل جدا ومرح كل سهل ومرح. شفت انت الكره بتاعت 94؟ قال لك انت كنت مستني الواد يلف فيها لونين ميسي ويحطها من فوق الحيطه. مش كده والله ما كده، هنخاف من فرقه زي سولي دي ايه يابا في ايه؟